كل سيدي ب 10 درهم ولا ب 8 درهم ولا ب 7 درهم. السردير راه داير، الا بغيتي السردير المليح راه داير فوق ال 20 درهم، سمعتي؟ والسردير والسردير ديال 10 درهم تفلوزي في شي بلاصه وما كاينش ب 10 درهم، بلاصه ما كيجي. واللي غلى السردير، الشيء اللي غلى السردير هو ان الراحه البيولوجيه ما كايناش. الوقيته اللي كيتولد فيها الحوت في شهر 12 في شهر 1 كيصيدوه، ما كيخليوش فين يتولد وما كيخليوش فين يكبر. هذا هو الدليل، هذا هو اللي خلى السردين انه يغلى. راه ما كاين لا شناقه وما كاين لا حتى شي حاجه. هذا هو اللي غلى السردين. والوزير قال ان السردين ب 10 درهم خصو ينزل للسوق وخصو ينزل للبحر باش يعرف ان السردين شحال داير. كاينه السلعه اللي تتوصل لها 10 درهم ولكن راه سلعه غير لائقه للاكل، فهمتيني؟ كاين السم هذاك تيتعطى للمواطن تياكلوه ب 10 درهم، اما الجوده راه دايره 30 درهم 500 ريال هذا السردين. اما بالنسبه للثمن راه كاينين هاد الاثمنه في اي حاجه، في الميرنا في الصول كل شيء راه فيه ثمن منخفض، ثمن طايح. ولكن راه ماشي ماكله، ماشي سمك هذاك، راه السموم تيتعطى للمواطن. هذاك الوزير اللي قال لكم 200 ريال السردين، قلت لك انا يجيبوا لنا ناخذوه من عنده حنايا ب 13 14 درهم ونبيعوه ب 15 درهم والمواطن قابله ب 15 درهم. المواطن عنده الطاقه باش ياخذه ب 15 درهم، ولكن ملي كيفوت 15 درهم راه تيولي شويه مضرور المواطن. وهاد الاثمنه اللي كتسمعوا ديال الخيار راه ما كايناش، ما عمرها كانت. انا في عمري 60 عام 20 عام ولا تنبيع السردين في رمضان، من رمضان تنبيع السردين. ما عمري خديت السردين قل من 10000 ريال في رمضان. كل رمضان تناخذو ب 10000 ريال، كيطيح عليا انا ب 360 340 300 ريال. ملي تنكون ناخذو رخيص تناخذو ب 300، تنبيعو ب 400 ريال، فيها الثلج فيها الترونسبور فيها الميكا. قالوا لنا الميكا ما غاتبقاش، هما داروا الطريق لهذوك ولاد الحرام اللي تيبيعوا لنا دابا ب 40 درهم. كانت ب 100 ريال الميكا للكيلو تولات ب 40 درهم للكيلو. حتى هي راه كتحسب من الصوائر. الثلج كيدير غير الما تيبيعوه لنا ب 500 ريال الخنشه. كديرها في السطل ديال الما كتمشي. يعني بشحال والشبكه تشريها ب 10000 ريال، بشحال خصك تبيع هاد السردين؟ هذاك الوزير اللي قال ذاك الكلام يجي ويتصرف معنا بهذه الطريقه هذه ويشوف السلعه اللي كتباع ب 400 ريال وب 500 راه ماشي هي الثمن داك اللي تيقول. بغيتيه ب 10 درهم راه كاين الزبل، بغيتيه المليح ما تاكل وتحتفظ على وليداتك وتعطيهم حاجه مزيانه راه هضر من 20 درهم الفوق. يكذب عليك كذاب يقول لك الوزير راه ب 1000 فرنك، هذه راه ما كايناش. السردين اليوم في كازا الشبكه دايره 400 درهم وكتوصل للبيع والشراي ب 450 درهم، شحال خصو يبيع هذا البيع والشراي؟ اقل حاجه غيبيعها ب 25 درهم. كاين الحوت ديال الصحراء كيوصل على 13 يوم، كيوصل كيشبع ب 10 درهم. ولذاك الحوت اللي عطيتيه لبنادم كاين اللي فيه حساسيه، كاين اللي هذاك الحوت ما لايقش للاكل، داير 10 درهم ما كيتكالش اخويا، وحشومه تعطيه المواطن المغربي وياكلو، وحنا عندنا جوج بحار. الحوت حنا خصنا ناكلوه ب 5 درهم، سردين مغربي حي ديال البلاد خصو يتكال ب 100 ريال، كناكلوه ب 500. وهاد البيع والشراي المسكين اللي شاري شبكه ب 9000 بشحال خصو يبيعها؟ فين ياكل؟ اش غادير لوليداتو؟ كاين اللي اكثر كتبقى له الحوت، كيبقى له مسكين كيضيع في رزقه. وحشومه هادشي. وهاد الميساج هذا ما تنوصلوش للوزير، كنوصل لسيدنا الله ينصره. الله ينصره علينا، هو اللي عندنا كل حاجه.